مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الحياة، وأهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقرة الصحافة وفي برنامج الحياة في مصر. قبل ما ندخل في شغل الصحافة وننسى، النهاردة يوم مهم في ذاكرة الوطن. النهاردة بيواكب ذكرى الثورة العرابية، الثورة اللي اكتسبت اسمها من اسم أحمد عرابي، وقامت ضد الخديوي توفيق والإنجليز والفرنسيين. زي النهاردة بس سنة 1881 قال عرابي كلماته الشهيرة واللي خلدها التاريخ عبر الأزمنة ورددتها الأجيال جيل ورا جيل: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا غيره لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. ومع كل مناسبة يتذكر المصريون عظمة الكلام ده اللي أصبح محفوظ ومحفور في وجداننا وعقولنا عن ظهر قلب، وأصبح كمان عنوان للشخصية المصرية الثائرة واللي بترفض الذل والمهانة والظلم والاستبداد. وزي النهاردة كمان بس سنة 1952 صدر قانون الإصلاح الزراعي نتاج ثورة يوليو العظيمة، واللي أعادت الأرض المسلوبة من الإقطاعيين للفلاحين. من اليوم ده بقى في عيد اسمه عيد الفلاح، وزي ما أجدادنا قالوا زمان اللي ملوش تاريخ ملوش أمثال، والحمد لله اللي عندنا تاريخ يكفي العالم كله، مش زي دول هتموت وتشتري لها تاريخ.